الميه دي سائل، لكن لما حضراتكم تتكلموا اساتذه الكيمياء ومعانا الاستاذ الدكتور عصام يقول لك ان ده سائل لا يخضع لاي قانون من قوانين السوائل. دي سائل ربنا اداله اسراره، وبالتالي احنا مش عارفين نفك الاسرار دي. فما بالكم بقى بالحيوانات اللي بتعيش فيه؟ عشان افهم هي عايشه ازاي، عشان افهم اوصل لها الدواء ازاي، عشان افهم حاجات كتيره عنها لازم اعرف الميه الاول. وده سر ربنا اتحدانا كلنا بيه ان احنا نعرفه. فدي حاجه من التحديات بتاعت مهنتي. حاجة تانية ان احنا كلنا دلوقتي تطورنا وجبنا غسالات وعربيات ومش عارف ايه وكلام زي كده، وبنزرع اراضي وبنحط مسمدات وبنخترع مواد كيماوية جديدة. كل ده في النهاية بيصب، سواء كانت صناعة سواء كانت زراعة سواء كانت اي حاجة بتصب في المية. ودي سر تاني من اسرار ربنا برضو. لما حضرتك بتلاقي ان الاسماك عايشة في بيئة ملوثة وتيجي تفتحها ما تلاقيش الملوثات جواها، وان لقيتها هتلاقيها في الاحشاء، لكن الجزء العضلي بتاعها نادر لما بيبقى فيه هذه الملوثات، على الاقل في الاسماك اللي بناكلها. طيب شوفوا حضراتكم، مثلا هديكم مثال على اللي انا بقوله ده. ادي مصنع من المصانع في فيرجينيا اللي بيطلع ملوثات. لو احنا رحنا وخدنا عينه من قاع النهر اللي كانت عليه المصنع ده، بصوا حضراتكم لو سبتوها شوية يطلع منها القار الزفت، يعني ده حاجة اسمها بولي أريماتيك هيدروكربون، ومنها القار والزفت اللي حضراتكم بيدخنوا الاسود ده اللي حضرتك بتشربه، هو ده الزفت اللي موجود هنا. فلو احنا بصينا ناخد عينة بس من القاع دوت، واخد بالك، ونعمل لها اكس راي ديفراكشن، يعني نعرضها لاشعه السينيه، تخيلوا حضراتكم انهي فيهم جايه من منطقه ملوثه وانهي مش جايه من منطقه ملوثه. دكتور عادل، نعم، فين اللي جاي من ملوث وفين اللي جاي مش من ملوث؟ شوف بقى انت بتسال الاجيال. كريستال كلير. كريستال كلير خلاص. طبعا دي كلكم هتقولوا ان ديت المنطقه المش ملوثه، بالعكس دي الملوثه. عارفين ليه؟ لانها ميته، بينما هنا الاحياء كلها عايشه فيها، وبالتالي بتنخرب وتطلع وتعمل، فعشان كده موجوده بالمنظر ده. كويس. طب تعالوا بقى نشوف سمكه معينه اسمها الماميت شوج. ده شكل مركب، سمكه اسمها الماميت شوج. السمكه ديت بتعيش 3 سنين بس، ده اقصى حاجه ممكن تعيشها. والسمكه ديت فيها نظام غريب، الحته اللي تتولد فيها تفضل قاعده فيها، يعني هم 30 متر اللي بتتحرك فيهم. فاذا حصل انها اتولدت في منطقه ملوثه عايشه في المنطقه الملوثه. والمواد الكيماويه ديت اسمها البولي سايكليك اروماتيك هيدروكربون، مكونه من عدد كبير من حلقات البنزين، ودوت لما بيتفتح ممكن بيعتقد ان هو ده بيسبب سرطانات. طيب دلوقتي السمكه دي عايشه طول عمرها، تعمل ايه؟ تعمل ايه في ده؟ يبقى كده هتموت المفروض، وانها تنقرض تماما. لكن تعالوا حضراتكم شوفوا بقى الكبد بتاعها، ده الكبد، كل الملوثات دي بتروح الكبد، والكبد بيوديها من حاله غير نشطه الى حاله نشطه، والحاله النشطه دي هي اللي ممكن تسبب لنا الحاجات. تعمل ايه السمكه ديت؟ شايفين حضراتكم ده نسيج الايه؟ الكبد، لونه بني المعروف. طب شوف الحته الكبيره دي لونها مش بني. عارفين السمكه دي عملت ايه؟ لغت جزء من الكبد بتاعها، وعايشه بنص كبد عشان تقلل تعرضها للمواد الكيماويه ديت. تخيلوا حضراتكم، يعني سبحان الله، يعني ده بس بيورينا عظمه هذه الكائنات في التخلص من المواد الكيماويه والتعرض المباشر لها في كل الوقت. طبعا برضك من ضمن الحاجات اللي من ضمن الحاجات اللي بتعتبر تحديات لينا، انك انت بتتعامل مع حاجه ما انتش حاططها في اسطبل وقافل عليها، مش عنبر دواج ده، انت حاططها حاجه في الطبيعه في الميه اللي احنا مش عارفينها،
واخدين بال حضراتكم، وبالتالي بتحصل كوارث وبتحصل اضطرابات وأشعة مش عارف ايه وحاجات زي كده. كل الحاجات دي بتأثر على صحة الأسماك، وانت تبقى ما انتش عارف يا ترى السمك بتاعي نظيف وموكله كويس ومحيشه كويس، ايه اللي حصل؟ دي جزء من الحاجات. وطبعا اساتذتنا الافاضل زي الدكتور اسماعيل والدكتور عادل هيحكي لكم على الحاجات دي كتير. في ابتلاء تاني احنا مبتلين بيه على مستوى العالم دلوقتي، كترت الطيارات والناس ابتدت ان هي كل واحد يبقى عايز اللي ياكل كافيار واللي ياكل مش عارف سمكة شكلها ايه وعرضها ايه والكلام اللي زي كده. او واحد سمع كده هو قاعد مثلا سمع على سمكة في الصين بتبقى حلوة، طب ما نجيبها مصر. ما يعرفش طبعا اللي بيجيبه من مصر ده هو صحيح سهل وبيجيله، لكن بتيجي معاه امراضه، وبالتالي هو بيعرض اسماكنا اللي عمرها ما شافت مكونات الامراض دي. دي جريمة، والجريمة دي احنا مبتليين فيها في انحاء العالم بما فينا مصر. في طبعا دلوقتي ناس كتيرة عرفت كده وابتدت تشدد زي ما اقول لكم، لكن انا ما اناش عارف الوضع في مصر ايه دلوقتي بالنسبة لاستيراد انواع من الاسماك من خارج الجمهورية، ومدى في غياب معمل مركزي يا ترى بنكشف عليها ولا لا، مش عشان الاسماك دي تبقى صحيحة، لكن عشان اسماكنا احنا ما نقضيش عليها بايدينا. كويس حضراتكم دلوقتي كمان بقت سهلة جدا ان الواحد يجيب شوط بيض في علبة صغيرة تحطها في جيبك ما حدش دريان، وتوصل هنا تحطها في المية بقت سمك. خلاص ديت مثلا على سبيل المثال نقلت مرض بكتيري، المرض ده بيتنقل عن طريق البيضة، فنقلته من امريكا، موطنه امريكا هنا في الغرب امريكا، نقلته في جميع انحاء العالم اللي فيها نوع السمكة دي عن طريق شوية البيض دول. الأمثلة كتير أنا مش هديكوا فيها، لكن حاجة تانية مثلا في أوروبا سمعوا إن نوع من أنواع التعابين ده موجود في اليابان، ده نوع جميل جدا وبيتدخن جميل ومش عارف إيه وكلام زي ما تبعتوا لنا يا جماعة، راحوا بعتن له، أنت عارفين الصين أي حاجة تقول له صباح الخير هيبيع لك حاجة، فراحوا واخدينها وابتدوا بقى يبيعوها ويأكلوها ويدخنوها ومش عارف إيه. فجأة لقوا ان التعابين بتاعتهم نفسها انقرضت، لما بيبصوا ليه لقوا ان ده عن طريق دودة معينة، الدودة دي جت مع التعابين اللي جاية من اليابان. يا ترى تعابين احنا اخبارها ايه واحنا عمالين بنجيب من الهند والسند وبلاد تركب الافيال.